مدري ليش امبارح خطرت على بالي هيديك الايام السوداء اللي عاشها جيلي خلال الحرب الاهلية. ذكرى مميزة من بين هيديك الذكريات البشعة لزقت براسي لهلأ وصارت مرتبطة بالمثل اللي بيقول الحائط ديك وشوف لوين بيوديك. ببالي انه ثلاث ارباع التصوينات وحيطان بيروت كان مكتوب عليها ابو الجماجم مرة من هنا، ابو ضرار كان عندنا، وابو هرار راجع لهنا. خلصت الحرب نظريا وطرشنا الحيطان، لكن قلبي حاسسني انه ابو ضرار وابو هرار بعدهم لاطيين تحت الطرش. انا ماني شايفهم بس هن شايفيني وحاسسهم رح ينطوا علي. واكتر شي منقذني انه الحيطان عم بتزيد بالبلد والطرش عم يكتر. هذا رأيي، فكر فيها.